الأخبار الواحدة من العراقية الرياضية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أبرز العناوين في هذه النشرة. برجال يستقبل الونان ويبحث معه سبل التعاون بين الطرفين. أندية الدوري الممتاز تواصل تحضيراتها استعدادا لعودة المسابقة. الهيئة التطبيعية تفتح الأندية للتسجيل بالدور النسوي اختياريا. إلى التفاصيل، أهلا بكم مشاهدين الكرام. استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوم أمس رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، وبحث معه سبل التعاون بين الطرفين، فضلا عن مناقشة صنع خطاب شبابي واضح يهدف إلى وضع حلول جذرية بعيدة عن الترقية. إذ أن موضوع الشباب يعد موضوعا مهما جدا، كونهم اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ويجب الانتباه إليهم لإبعاد حالة اليأس والطاقة السلبية من نفسية الشاب العراقي، ويجب أن تسود الطاقة الإيجابية في صفوف المجتمع، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها. أكد مدير لجنة تراخيص الأندية ماجد الماجد في حديث للعراقية الرياضية أن إدارة ولجنة تراخيص الأندية في الهيئة التطبيعية زارت ملعب البصرة الدولي للاطلاع على منشآت الملعب لغرض ترخيصه آسيويا، ليكون ملعبا احتياطيا للأندية العراقية المشاركة في دوري أبطال آسيا، لا سيما بعد اختيار الفرق الثلاثة لملعب كربلاء الدولي. وبين الماجد أن اللجنة سجلت الملاحظات بخصوص عملية الإدامة والصيانة في بعض مرافق الملعب. أثارت بعض الوسائل الإعلامية من خلال تقارير صحفية أن لاعبي فريق الطلبة أعلنوا الإضراب عن التدريبات بسبب عدم التزام إدارة النادي بتسديد مستحقاتهم المالية للموسم الماضي ودفعها ل 50% فقط للموسم الحالي، حسب اعتماد هذه التقارير على مصادر مجهولة وغير معلنة. فيما أشارت هذه التقارير إلى أن الجهاز الفني للفريق حث اللاعبين على الاستمرار بالتدريبات لحين عودة رئيس النادي علاء كاظم من سفره، إلا أنهم أعلنوا رفضهم القاطع بسبب عدم إعطاء الإدارة موعدا حتى الخامس من الشهر الجاري، والذي لم تفي به. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع ينضم معنا نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الأستاذ محمد الهاشمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد معنا في نشرة أخبار الواحدة. أهلا وسهلا بك ست إناس وبالقناة الرياضية العراقية، ومرحبا إن شاء الله. حياك الله، أهلا ومرحبا أستاذ. بداية، ما مدى صحة مثل هذه الأنباء وهي من المصادر المخولة بالحديث لوسائل الإعلام عن هذه القضايا؟ اي مصادر مخولة ست إناس؟ انا اذا اسمع كلام يعني ما يعني غريب عن الواقع. اليوم انت معنا للتوضيح في هذا الموضوع استاذ محمد، في لو سمحت لي اي ناس مخولة؟ اي ناس؟ بس اوضحتين بس خلوا اوضح للعالم اي ناس. البلد الان يمر بوضع مو طبيعي. البلد يمر بوضع مربك. الان العالم كله مستلم رواتب، كل الناس مستلم رواتب. هل من المعقول انت الان شو اسمه تطلب مني عقود؟ الفريق راح يطلع والفريق راح يتدرب والفريق موجود وهذا كله تخطيط وهذا كله شغل. يعني بعض المواقع اللي قاعده تكتب اليوم احنا كنا يجب ان نتكاتف، يجب ان نساعد. وزيرنا داعم وساند، مدير عام الماليه والاداريه اجوا وتحدث مع الفريق وقال لهم احنا هذا ورنا وهذا وضعنا وان شاء الله الامور طيبه. اما هذا الكلام انا داسم عاد ينزل من بعض المواقع وينزل. نادي الطلبه اكبر من اي واحد، اكبر من محمد الهاشمي واكبر من علاء كاظم واكبر من اللاعبين والمدربين. نادي اسم جماهيري. صحيح، يعني احنا هو ملك الجماهير اولا واخيرا. صحيح طبعا، هو نادي جماهيري اولا واخيرا وهو ملك للجماهير. فانت اليوم معنا لتوضيح هذا الامر. بالضبط ناس بارك ناس شلون انا قاعد اتحدث رسمي. اليوم الان احنا تخصيص عندنا
تمويل ماكو، نقد ماكو، انا اسالكم بالله انتم قابضين رواتب، انا من الناس صار لي 50 يوم ما قابض راتب. طيب استاذ عذرا من حضرتك للمداخله، لكن لضيق الوقت مع حضرتك فاود ان انتقل للسؤال الثاني لهذا الموضوع، لماذا نادي الطلبه دائما يكون عرضه لمثل هذه الملفات في كل موسم؟ يا ست اناس احنا تخصيصاتنا قليله، احنا حسب قرار الامانه العامه المجلس الوزراء من كان 89 اللي قرر المجلس الوزراء انطونا مليار للبنى التحتيه ومليار للنادي. المليار ما عاد يكفي، معالي وزير التعليم العالي قال راح نلقي لكم ابواب صرف حتى نقدر نساعد هذا النادي، والرجل داعم وساند، والرجل تو اجى للوزاره، بيعرف شنو وضع نادي الطلبه، نادي الطلبه اسم كبير، فانت من هذا الباب وقيسي، احنا لحد الان شفت ناس، راح اقول لك هاي السنه من بدايه السنه لحد الان وانا مسؤول عن كلامي، من بدايه السنه لحد هاي اللحظه احنا مستلمين كل شيء. يعني الان حجوزات فنادق على حسابنا. تغذية الفريق على حسابنا، تجهيزات على حساب الإدارة، وهاي كل الإدارة يا لكن أستاذ محمد رغم إنه أستاذ محمد لو سمحت لي، لكن رغم إنه مثل ما أنا وهد حضرتك إنه أنتم ما مستلمين مخصصاتكم، لكن هناك تدريبات واللاعبين يلتحقون بالوحدات التدريبية المخصصة لهم، صحيح؟ لا اللاعبين الله يساعدهم، اللاعبين ولدنا وإحنا نشعر ما يشعرون به اللاعبين، وهذا حق من حقوقهم، يجب أن نوفر 50%، وأعتقد وزيرنا إذا يسمع الرجل وده يشوف الان اكو بوادر خير، اكو بوادر، بس هي الان لازم تشوف الوضع الدوله كلها الان ما بيها فلوس. ان شاء الله. بيوصل الفلوس راح نطلقها. ما عندنا مشكله، بس انا اعتب على بعض المواقع اللي قاعده تصيد بالماي العكر هذا هيك وهذا هيك. ان شاء الله من خلال تواجد حضرتك معنا في نشره الاخبار ومن خلال هذا الاتصال ان شاء الله توضحت الصوره ووصلت الفكره لكل من يحاول الاصطياد بالماء العكر وتشويه سمعه تدريبات فريق الطلبه. شكرا جزيلا لنائب رئيس الهيئه الاداريه لنادي الطلبه الاستاذ محمد الهاشمي. أكدت إدارة نادي الزورة الرياضي إلغاء المعسكر الخارجي لفريق الكرة الذي كان من المؤمل أن يقام في تركيا وتعويضه بمعسكر داخلي تحضيرا للموسم الجديد المقرر انطلاقه في 25 من تشرين الأول الحالي. وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزورة عبد الرحمن رشيد أنه كان من المقرر إقامة معسكر خارجي للفريق في تركيا وألغي بسبب توقف الرحلات، مبينا أن الجهاز الفني للفريق سيقيم معسكرا تدريبيا بديلا في إحدى المحافظات، إذ سيتم تحديده من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب باسم قاسم. يواصل فريق القوات الجوية تحضيراته استعدادا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز في 25 من الشهر الجاري. أنور صباح والمزيد. أيام معدودات هي الفيصل لبداية موسم كروي جديد، فالأندية بدأت مرانها بشكل منتظم استعدادا لهذا الكرنفال الأكثر ترقبا لدى الأوساط الرياضية والجمهور المتعطش لصفارة البداية. وبعد الإعلان الرسمي لقرعة الدور الممتاز، وضعت القوة الجوية أمام الكهرباء في الجولة الأولى ما دفع الصقور للتأهب والاستعداد للظهور اللائق في مباراتهم المرتقبة رغم صعوبة الخصم. واستبشر بالخير كل الأوساط الرياضية بعد انطلاق أو الإعلان عن بدء انطلاق الدوري. إن شاء الله يعني فريق الكهرباء فريق ممتاز، يعني خاصة في السنوات السابقة، وفريق أصبح من الفرق اللي تقهر حتى الكبار، لكن ان شاء الله احنا ستكون انطلاقتنا ويعني انطلاقه لهذا الدوري ان شاء الله من بوابه الكهرباء، وشفنا اللاعبين متعطشين للفوز، خاصه بعد يمكن يعني الغاء الدوري الموسم السابق بعد ما كان الفريق القوه الجويه قاب قوسين من وادنى من احراز اللقب. اللاعبون بدورهم مبتهجون لانطلاق الانشطه الرياضيه، وهم عازمون على المضي في طريق الانتصارات التي لازمت الفريق طوال مشواره الكروي. احنا كفريق القوة الجوية الحمد لله الان نمر بوضع جيد، كلاعبين اكتمل صفوف الفريق، الكادر التدريبي تعرف صار اكثر من 3 مواسم، هذا الكادر التدريبي تعرف الاستقرار مهم في الناحية الفنية، لذلك احنا لاعبين عازمين دخول هذه المباراة بجاهزية تامة وان شاء الله نحصد 3 نقاط ان شاء الله. الفريق جاهز لمباراة الدوري، دائما تصير المباراة الأولى دائما شوية تصير صعبة،
بس ان شاء الله فريقنا ما ينخاف عليه، فريقنا جيد، كل اللاعبين شباب وخبره. ان شاء الله حنكون جاهزين بطوله الدوري والبطولات الخارجيه طبعا اللي قرعه صارت قبل كم يوم. هي ان شاء الله يعني مثل الترتيب الاخير والترتيب الاول، هي ان شاء الله احنا كلها فرق واحده ونفس الهمه جاهزين لها. السعي في اثبات الوجود وتحقيق افضل النتائج امر تطمح اليه جميع الفرق المشاركه في المسابقه بعد الانقطاع الطويل الذي فرض عليها بسبب وباء كورونا، فمن جد وجد ومن زرع حصد. بعد ان حدد موعد انطلاق الدوري واعلنت نتائج قرعه المسابقه، تتاهب الصقور للتحليق عاليا استعدادا لاولى مبارياتها امام الكهرباء. من ملعب الجوي انور صباح، العراقية الرياضية. أتمت إدارة نادي الشرطة تعاقدها مع لاعبين محترفين، اثنين سينضمان للفريق في الأيام القليلة المقبلة استعدادا للموسم الجديد. وقال المدير الإداري للفريق هاشم رضا أن اللاعبين هرنانديز دانيال غونزالو الكولومبي والنيجيري إكوادرو أوساكونا تم الاتفاق معهما وسينضمان للفريق الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن الكولومبي يلعب في وسط الميدان فيما يلعب النيجيري في خط الهجوم، وسبق أن مثل نادي بيرسبولس الإيراني، لافتا إلى أن الإدارة أكملت تأشيرات الدخول للاعبين بشكل رسمي. يكثف فريق الحدود من تحضيراته في معسكره التدريبي المقام في أربيل استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز. عروة عامر. بوابة الدوري الكروي تفتح من جديد، الكل يسعى جاهدا للدخول بالمعترك الأجمل محليا. فريق الحدود يكثف الجهود وهو في طور إعادة ترتيب جنوده الذين أخذوا من أربيل معسكرا لهم. الوقت قليل بس قدر الكادر التدريبي كثف الوحدات التدريبيه، يعني احنا قاعد نتمرن 3 وحدات تدريبيه باليوم، وان شاء الله نقدر نعيد وضعنا الطبيعي حتى لو فد 60-50% ونقدر نعيد المنافسات بالوقت القادم ان شاء الله. وهاي معسكرنا يعني نعد الفريق بجاهزيه تامه للدخول للدوري ونستفاد منه، يعني لحد الان 3 وحدات تدريبيه صباحا وظهرا وعصرا. اللي يعني عندنا هم لاعبين محترفين بعدهم ما جايين ويكمل الفريق ان شاء الله. المضي صوب المراد بما يتوفر من عوامل النجاح هو الشغل الشاغل للفريق البغدادي الذي اضاف لتشكيلته الشبابيه المهاجم الاوفواري عبد الله كوفي ولاعب الارتكاز النيجيري جوزيف اكانبي الذي سيلتحق مع الحدود في الاسبوع المقبل. استعدادات تامه للدوري، دخلنا معسكر تدريبي صار يومين، يعني اعدادنا تقريبا 70%، راح نكمل اعدادنا الباقي هنا، الوقت غير كافي للدوري، بس لكن نقول الحمد لله والشكر احنا لاعبين نريد يعني نلعب، لكن راح نلعب مباراه وديه 3 مباريات 4 مع اربيل او زاخو، وان شاء الله يعني الفريق تام على تم جاهزه ولاعبين كافيين. تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا مهمة تقع على عاتق المدرب مظفر جبار وجهازه الفني الذين يضعون النقاط على الحروف لرسم خارطة الحدود استعدادا لدوري الكرة الممتاز. عروة عامر، العراقية الرياضية، أربيل. أكد مدرب فريق الحدود مظفر جبار للعراقية الرياضية أن فريقه ورغم التوقف الطويل يعمل بجد وحيوية للظهور بشكل جيد في منافسات الدوري الممتاز. الفريق إن شاء الله جاهز من خلال الوحدات التدريبية، يعني احنا جينا هنا معسكر مدة تقريبا اسبوعين، يعني الاسبوع الاول 3 وحدات تدريبية باليوم، اليوم الاول يعني كان عندنا وحدة تدريبية 5 صباحا وواحدة تدريبية الساعة 11، والآن 4:30 الوحدة التدريبية الثالثة. فنعمل على لأن نريد نستغل الوقت المتاح لنا من خلال المعسكر، فإن شاء الله يعني يعود لاعبينا لوضعهم الطبيعي. اليوم احنا نحاول نعيد اللاعب إلى وضعه الطبيعي قبل من يعني من كان مدة 6 أشهر، فتعرف 6 أشهر يعني فشيء صعب اللاعب بدون منافس. معاناة كبيرة تواجه الفرق الشعبية بكرة القدم في محافظة الأنبار تتمثل بقلة الملاعب والتجهيزات. المزيد مع باسم الشمري.
قلة الملاعب والتجهيزات الرياضية معاناة كبيرة تواجه الفرق الشعبية لكرة القدم في مدينة الفلوجة، ففي حال إقامة مباراة أو وحدات تدريبية فعليهم دفع مبالغ مالية لحجز الساحات. تلك المعاناة كانت كافية لمطالبة الجهات المعنية بالوقوف مع هذه الفرق التي تشكل أحد أهم روافد الأندية والمنتخبات الرياضية العراقية. يعني احنا نشكو من ساحات، قلة الساحات، قلة التجهيز، هاي اولا المسؤولين يعني ما يجهزون الفرق الشعبية بتجهيزات بساحات مال طوبة. احنا الدعم من عندنا دنبادر، خاصة دننطي من جوبنا نجيب تجهيز دراسات كطباب كساحات كحجيز، حتى السيارة نوبات نقل نروح مثلا لغير ملاعب نشكي من هاي، احنا ندفع من جوبنا الخاصة. اليوم مثل ما تعرفون انه الفرق الشعبية في كل المحافظات العراقية وبالتحديد بالأنبار هم الرافد الأساسي.